عالم الحيوان غير متوقع. أحياناً هناك مفاجآت لا يمكن لستيفن كينغ ذاته أن يحلم بها، كصراع زرافات، سحلية تستحق الأوسكار، رغبة كبيرة في البقاء وأكثر. كل هذا سيكون في حلقة اليوم عن أخطر قتالات الحيوانات. هيا بنا. فهد وقندوس. تعلمون جميعاً الحيوان الأول جيداً. لقد سمع الجميع عن هذه القطة الرائعة والجميلة التي تعيش في أمريكا الجنوبية. يمكن تمييزها عن الآخرين من خلال النمط المرقط، وهو كبصمات الأصابع. يمكن أن يصل وزن الفهد إلى 158 كيلوغرام. هذه القطة الكبيرة سباحة وغواصة ممتازة ولديها قبضة قوية. قد يبدو أنه لم يكن للقندس المسكين المستلقي على الشاطئ أي مجال للنجاة، خاصة عندما ترون كيف بدأ القتال. لكن بطريقة ما نجا القندس من مخالب الفهد واختبأ بسرعة تحت الماء، إما بسبب الاستياء من الصيد الفاشل أو خوفاً من القنادس الأخرى في الماء لم يجرؤ الفهد على الغوص من أجلها. حتى لو قفز لا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للحاق بها، فالقنادس كالأسماك في الماء غالباً ما يكون لديها مدخل أو حفرة خاصة تحت الماء. اضغطوا زر لايك لإنهاء الخدعة. في كثير من الأحيان يمكن رؤية أسود وفهود وتماسيح وحيوانات مفترسة أخرى تتقاتل. إنه أمر طبيعي وقد شهد الجميع كهذه المعارك مرات عديدة. لكن هل تخيلتم يوماً ما زرافة تقاتل؟ إنه مخلوق يبلغ طوله عدة أمتار ويبدو غير ضار ولطيف قدر الإمكان. حسناً لن أريكم صراعاً بين زرافة وحيوان آخر، بل هذا فيديو صراع بين زرافتين. إن كنتم لا تعرفوا فإن ذكور الزرافات البالغة غالباً ما تقاتل من أجل الهيمنة. تبدو هذه المعارك معبرة للغاية، ويحاولون ضرب بعضهم بعظمتهم الشبيهة بالقرن، ويحصل الذكر الذي يفوز بالمبارزة على كل الفرص الذهبية بالتزاوج. تصل سرعة الزرافات إلى 60 كيلومتر بالساعة، وليس من السهل تخيل قوة هذه الضربات. صدقوني عدو الزرافة لن يكون بخير إطلاقاً. هل تعرفون أنه إن قابل أسد فهداً بالخطأ يهاجمه دائماً، والهرب هو طريق الفهد الوحيد لأنه من المستحيل أن يقف أمام قوة الأسد؟ بالنظر إلى الحقيقة فإن المواجهة بين الحمار الوحشي والأسد تبدو تافهة جداً. تظهر اللقطات أسداً وهو يشاهد عشرات الحمير الوحشية التي تمارس نشاطاتها. في لحظة ما قرر المفترس مهاجمة أضعف حمار وحشي، انطلق وأمسك به. سرعة الأسد تصل إلى 80 كيلومتراً بالساعة، لذا أول جزء من الخطة لم يكن مشكلة. أمسك الأسد بالحمار الوحشي، لكنه وجد نفسه تحته أثناء المعركة. لكن الأسد لم يسمح للحمار الوحشي بالهروب من مخالبه التي يصل طولها إلى 7 سنتيمترات. يمكن رؤية الأفراد الأخرى التي هربت من الأسد تقف بقرب وتشاهد. اضغطوا زر اللايك إن كنتم لا تفهموا لماذا لا تساعد هذه الحيوانات بعضها. أي فرصة قد تكون للأسد لو أن كل هذه الحمير الوحشية هاجمته سوياً؟ لكن اتضح أن الحمار الوحشي هذا لا يحتاج المساعدة، فقد تمكن من الهرب من مخالب الأسد بسرعة ودون أي أذى. حتى العلماء لا يعرفون لماذا الحمار الوحشي أبيض وأسود. ربما كل مرة يبدل فشلهم بشيء لامع ويأتي الحظ الجيد. من هذا الفيديو يمكن أن تكون النظرية صحيحة. إمبالا يحاول الهرب من تمساح. الإمبالا حيوان نحيف وجميل متوسط الحجم، فروه ناعم ولامع وعلى رجليه الخلفيتين. فوق كعب الحافر مباشرة هناك مجموعة من الشعر الأسود الخشن. هذا هو السبب في أن الإمبالا تسمى الظباء السوداء القدمين. بالاستماع إلى الوصف لا يمكن لأحد أن يصدق أن مخلوقاً ضعيفاً كهذا يمكنه التعامل الفهد. هذه السحلية تستحق أوسكار. لماذا؟ ستعرفون في نهاية المقطع. الآن لنبدأ بما حدث قبل هذا بقليل. السحلية موكلة بأهم مهمة، حماية البيض. سيولد الصغار قريباً، لذا من المهم أن تكون منتبهة وحذرة. لذلك بمجرد ظهور ثعبان غير ودي في الأفق شرعت السحلية في حل المشكلات. تلا ذلك قتال بينهما، حيث كان الثعبان قادراً على فهم أنه لم يكن قادراً على هزيمة السحلية. كرر الموقف نفسه بعد عدة ساعات، لكن هذه المرة كان الثعبان خطيراً وأقوى من السحلية بكثير. أدركت أن لديها فرصة ضئيلة في معركة متساوية، فظهرت السحلية بشكل أكبر وأكثر خطورة.
وعندما زحفت الأفعى إلى الجانب الآخر، سقطت السحلية على ظهرها متظاهرة بأنها ميتة. بالطبع لم يفهم الثعبان كيف سقط فجأة مخلوق كبير كهذا، وبعد بضع دقائق مع هذه الأفكار، ذهب الثعبان تاركاً الأم وصغارها. بالمناسبة، شهور بعد هذا الحدث، حصلت السحلية على أول طفل، كان مكافأة للحماية الجيدة. إنها أم ممتازة بالفعل. التمساح لا يكتفي. قرر الزاحف مهاجمة السلحفاة المسكينة التي تصغره كثيراً في الحجم، لكن التمساح نسي تفصيلاً صغيراً ومهماً أنه لم يتم اختيار السلاحف كنينجا عن عبث. لديها قوقعة قوية جداً، بوجودها يمكن للسلحفاة تحمل أكثر من وزنها بمئتي مرة. في النهاية هربت صديقتنا من فم التمساح وذهبت إلى الماء بسلام، حتى أن التمساح لم يحاول اللحاق بها وتجربة حظه من جديد. يا له من حظ! هذا ما أقوله عن السياح الذين كانوا في الوقت المناسب والمكان المناسب أثناء الرحلة. شاهد الناس فهداً يحضر شيئاً ما لبعض الوقت، عارفين بأن هذا الحيوان لن يقوم بشيء بلا سبب. أطفأوا سياراتهم وبدأوا بالمشاهدة. أتى الانتظار بفائدة. ظهر ثعبان ضخم غير سام أمام مجال الكاميرا، داهشاً المشاهدين والفهد بذاته. في بداية المعركة بدأ أن الثعبان مسيطر وأنه ما من مجال للمفترس المرقط أن ينجو، لكن لم يكن هذا سوى رأي خاطئ. بالحقيقة كان يفلت من مسكة الثعبان الخانقة ويقفز إلى الخلف كما في ألعاب الفيديو ويكمل هجومه من جديد. في النهاية انتهت المعركة بنجاح لصالحه، وبالرغم من الجروحات الكثيرة على جسمه إلا أنه فاز وأكل الأفعى. بالمناسبة، لا أعتقد أن الثعبان غير السام فريسة سهلة، فيمكن لها أن تأكل تمساحاً بسهولة، لذا حتى الفهد لا يعتبر فريسة غير عادية. غريزة الحياة. هذه الكلمات التي تصف ما يحدث في هذا المقطع عن ظبي الروان. لمن لا يعرف، ظبي الروان من سكان إفريقيا يزن 300 كيلوغرام وبطول 160 سنتيمتراً. يعتبر ثاني أكبر ظبي بعد الإيلاند. لكن الأسود الرشيقة وجدت طريقة للوصول إليه. هاجم زوج من هذه الحيوانات المفترسة المخلوق، ولم يسمح له بالتنفس بسهولة. من الخارج بدا الأمر كما لو أن الظبي لم يكن لديه أدنى فرصة للهروب. لكن بغض النظر عن الفرص الضئيلة، تمكن ظبي الروان من الخروج من الدائرة وعرج لأبعد ما يمكن عنهما. لكن كما اتضح لاحقاً، لم يكن سوى انسحاب تكتيكي للأسود. انتظر بضع دقائق وهاجم مجدداً. لم يكن الهجوم ناجحاً وكان للظبي بعض الدقائق ليرتاح، لكن جروحه كانت خطيرة جداً. لم يتمكن من التحرك بشكل طبيعي، وكان عليه المشي على ركبه وأكواعه. لا يمكن أن يكون هناك أي سؤال عن أي سرعة عادية، وترك مكان المعركة والاختباء، لذلك من المستغرب أن يكونا قادرين على العثور على الظبي مختبئاً خلف الأشجار. يصل وزن هذه الظباء إلى 220 كيلوغرام. تخيل الوجبة الجميلة. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات أي قتال أعجبكم أكثر. شكراً للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.